نعزي أنفسنا، نعزي جميع، نعزي كل من عرفه وأحبه. عبد اللطيف عبد الحميد إنسان عظيم بكل ما في الكلمة من معنى، لرقة مشاعره وجمال أسلوبه وخفة ظله وخفة روحه. لم يكن كوميديا، ولكن كل ما قدمه قدمه بإحساس وبحب وبرهافة، رهافة مشاعر لا مثيل لها. لم يكن مخرجا سوريا، كان مخرجا عربيا، ترك بصمة لن تمحى، وترك أهم من كل شيء ذكرى جميلة جدا في نفوسنا جميعا، رحمة الله عليه. يعني كما قلتي تماما، غياب عبد اللطيف هو غياب لجزء مهم جدا من تاريخ ثقافة هذا البلد منذ 40 عاما وحتى اليوم. إنجازات عبد اللطيف في السينما لا يستطيع أي أحد إذا أراد أن يؤرخ للسينما السورية خلال 50 عام لا يستطيع إلا أن يقف عندها مطولا، وخاصة لجهة انحيازه للبسطاء، انحيازه لثقافة بلده وهوية بلده وبليئة التي كان يعبر عنها بأفلامه. عبد اللطيف عبد الحميد عنوان بارز في الثقافة والفن والمجتمع سنفتقده طويلا. الأستاذ عبد اللطيف عبد الحميد راح، بس ضل كتير شغلات عاملها، ضلت معنا بقلوبنا بحياتنا بطريقنا حتى بنجاحاتنا وفشلنا. هو كان شيء أكبر من النجاح. عبد اللطيف شيء ما بيتعوض، الله معه والله يرحمه ويصبر أهله على فراقه، وخلص أفلامه هون ما حتضل، رح نتذكره دايما، الله معه. الله شكرا انه اخذنا من وقتك. لا يعني عم اقول لك، بس شفتي ماشي الحمد لله. العمر لكم. يعني عبد اللطيف عبد الحميد خساره كبيره للفن بسوريا، اذا بدك للحركه السينمائيه بشكل خاص والفن بشكل عام. حدا رسم خصوصيه، ترك بصمه، كان احد يعني العلامات الفارقه بالسينما السوريه، لا شك اليوم راح يله خساره. لكن اللي بيعزي انه هذا الارث اللي تركه عبد اللطيف عبد الحميد صاحب البسمه وصاحب الحضور السينمائي المهم، اعتقد انه اعماله ستبقى تذكر برجل من جيل نادر وصاحب تجربه لن ننساها. عزاء كبير لمحبينه، للاسره الثقافيه والفنيه بسوريا اكيد اللي فقدته، والله يصبر كل اللي بحبه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. العمر إلكم. الله يرحمه أستاذ عبد اللطيف، مثله لا يرحل، يبقى بفنه بالروح الجميلة التي تركها في أفلامه
وبسيرته مع أصدقائه الطفولة المدهشة في عبد اللطيف، والتي قدمها وطنية وحبا وعذوبة في عطائه المتجدد فينا. له الرحمة، ولسوريا أن تنجب مبدعين على طول الخط. شكرا. أكيد هي خسارة ما بتتعود، الله يرحمه كلياتنا على هذا الطريق، بس البني آدم بيبقى بأعماله، خاصة الفنان أكيد رح نتذكره كتير، لأنه هو قدم لنا جرعة من المتعة. كنت بحس أنه لسه عنده كتير ليعطي، بس قدر الله وما شاء فعل، البقية بحياتكم. شكرا. أكيد تعيشي، والعزاء للجميع، العزاء لكل السوريين، لكل السينمائيين، ليس في سوريا فقط ولكن في الوطن، على امتداد الوطن العربي. عبد اللطيف عبد الحميد ليس لي فقط، للجميع، لكل من يعرف عبد اللطيف عبد الحميد. كان عبد اللطيف عبد الحميد أستاذا، كان معلما، كان أخا، كان أبا، كان صديقا صدوقا، وكان ناصحا دائما وأبدا، ولم يدخر أي جهد في تقديم أي مساعدة لأي أحد احتاج هذه المساعدة منه، إن كان في الحياة العامة أو فيما يخص السينما. طبعا عبد اللطيف ليس فقط من المؤسسين، عبد اللطيف عبد الحميد كتب جزء كبير من تاريخ السينما السورية. يعود الفضل لعبد اللطيف عبد الحميد في معرفة صالات السينما من قبل الجمهور السوري. كلنا نعلم، أنا من الأشخاص الذين عرفت صالة السينما من وراء أفلام عبد اللطيف عبد الحميد. فلعبد اللطيف عبد الحميد على السينما السورية فضل كبير، فضل كبير جدا، ولا يمكن نسيان هذا الفضل. عبد اللطيف دائما أنه أحيانا عندما يموت لك الإنسان واقفا يشوف روحه، تشوف محبة كل هالناس، بيعرف أنه إنجازه في الحياة لم يذهب سدى. والأستاذ عبد اللطيف رح يضل مطبوع بذاكرتنا كسوري بمنجزه. يعني الأيام بدونه ما رح يكون عندها هيك نفس النكهة، نفس الجمال. الله يرحمك يا عبد. أستاذ عبد اللطيف كتير غالي علي، يعني أب وأخ وصديق. أول ما كنت صغيرة كنت عم مثل معه، فبداياتي أول بطولة لي. تفاصيل الواحد بيتعلم أول شيء لما بيكون الواحد صغير بيتعلق كتير، فأنا بالنسبة لي كان أستاذي. مثلنا مع بعض بعدين. إنسان كتير خاص، كتير طيب، كتير معطاء، بيحب الكل الصغير الكبير، بيدعم الكل، ما بيبخل. فكتير خسارة كبيرة، لأنه كنا دائما خصوصا آخر فترة على تواصل. تفاصيل كتير صغيرة حياتية، من الطبخة أنت ورايحة يعني. فخسارة كبيرة كتير، خسارة للسينما السورية. بس دائما بقول أنه المبدع ما بيموت، فالأستاذ عبد اللطيف باقي بروحه الحلوة، بضحكته الجميلة يلي مليانة كل الوقت، يعني بتملى الدنيا. ضحكته بتضل أول ما بتتذكري الضحكة اللي فيه. فالله يرحمه. شكرا. Thank you.
هلا اكيد خسارته كبيره، لانه هو يعني يحمل سمات الفنان الانسان والمبدع العميق وبنفس الوقت البسيط يلي جمهوره مو فقط من النخبة والمثقفين وإنما من كل مشارب المجتمع. وهلأ شفت يعني مثل ذكرني بوقت اللي حضرنا عزا الزميل نضال سيجري، كان أغلب الناس من جمهوره من اللي بيحبوه، هذا اللي ركن بسكليته والتاني اللي ترك شغله بالطريق وطلع، فواصل يعني كان الراحل واصل لكل العالم، كان عم بيقدم شخوص المجتمع، عم بيقدمهم على بساطتهم على جمالهم على شيء هن حاس يعني بيعملوه بس ما بيدركوا، يعني شافوا حالهم وشافوا دواخلهم من خلال أفلامه. اللي دائما بقول إنه هو السهل الممتنع، هو إنسان عفوي متواضع جدا، مبدع فنان حقيقي، كان فخر لنا عن جد يعني. وانا بقول انه كمان اثر عليه وفاة زوجته، لانه مثل ما هو وفي لجمهوره وفي للمجتمع اللي هو موجود فيه، اللي طلع من الخاص الى العام، طلع من مدينته من شخصيات مدينته لحتى يحكي انه هو مو بس هي المدينه وانما هدول بيمثلوا الانسان بكل حالاته، إن كان مثلاً يعني عنده عادة معينة. يعني أنا بقدر أقول إنه هو بيشبه نسيم الروح، اسم يعني، أنا ما عم بحكي يعني بالمعنى اللفظي وإنما عم بحكي بالمعنى المجازي للكلمة، هو عن جد يعني يليق به أن يكون نسيم الروح. شكراً العمر لكم، أكيد أنا بعزي سوريا والفن السوري وكل الفنانين بشكل عام والفن العربي، لأنه خسارة عبد اللطيف عبد الحميد ليست خسارة على مستوى الوطن إنما على مستوى الأمة العربية كاملة. هذا الإنسان الذي أرسى رسائل الحب والإنسانية من خلال رسائل شفهية، هذا الفيلم الذي لن ننساه، الذي عشنا طفولتنا وشبابنا عليه. تعرفت على عبد اللطيف عبد الحميد بشكل شخصي فلاحظت قربه من الفيلم نفسه، فأثر فينا بشكل كتير كبير. هذا التأثير لا يمكن أن يكون إلا من شخص يحمل مشاعر صادقة، مشاعر إنسانية وطنية، استطاع من خلالها أن يكرس مبادئ الإنسانية من خلال كل ما أنتجه وقدمه. صحيح أنه غادرنا بالجسد، ولكن روحه من خلال كل أعماله باقية، ترك بصمة لن تمحى على مر التاريخ. شكراً، شكراً لكم. أستاذ عبد اللطيف قيمة إنسانية وقيمة فنية، والشي اللي عمله يعني هيك تخطى سوريا والوطن العربي على الصعيد السينما. كتير بعتز بتجربتي معه، فيلم طريق النحل قدمني بصورة كتير حلوة وأنا ممنونة كتير له. هو مدام لاريسا بصراحة بيعنولي كتير على الصعيد الشخصي، احتضنوني وتعاملوا معي مثل بنتهم وأكتر، فاليوم هيك قلنا العزاء ومنودعهم بالورد الأبيض. أكيد 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 خسارة شخصية هيك قبل ما تكون مهنية حبيبي. أكيد أكيد يعني إنك أنت تخسري حدا هيك شغوف بهذا الشكل وبيحب السينما، كان مخلص كتير للسينما وكان كمان هو مخلص بالحياة الشخصية. أنا كتير معجبة بهي الطيبة والإخلاص اللي عنده، الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة، بس هي حال الجميع يعني. طبعا كتير يعني هي اللي خلتنا، هي النافذة اللي خلتنا نحب الفن ونفوت على المعهد وندرس المعهد العالي، طبعا لأنه وقتها ما كان في معهد سينما، فهو كان بوابة للمعرفة السينمائية عند الطلاب بهداك الوقت. وهو يعني خريج روسيا طبعا، ومن أهم المعاهد اللي هو معهد الفقيق. كتير نتأسف يعني لهي الخسارة. يعني بحب أقول للأستاذ عبد اللطيف، حين وقفت على جسر الزمن
وطرقت باب المستحيل. كنت لنا أملا يتحقق وفرحة تخضر وحصيلة مولسم الأمل في عيد الأمل. إلى اللقاء عبد اللطيف، إلى اللقاء قرب بيارة الياسمين، أحبك. سلم عمرك يا رب. إيه والله خسارة فنية ويا ضيعانه الصراحة. كلنا عم نقول الله يرحمه، يعني أنا بعرفه بشكل عام مثل الناس كلياتنا بنعرفه أنه مخرج، بعرفه بشكل شخصي أنه أنا كان إلي شرف أني اشتغلت معه بآخر فيلم الطريق. تعاملت معه يعني ما بعرف، أنا بحياتي ما شفت مثل هيك إنسان، دائما عم يضحك، ما بيحب يعني ما بشوف حدا زعلان. ما بعرف شو ديلك يعني. أنا لما تلقيت يعني الخبر أي مو سهلة، مو سهلة. أستاذ عبد اللطيف الله يرحمه، شفتي كل هاي الإنسان البسيط المتواضع اللي لما زقفت العالم بالجنازة بتعرفي ايش زقفت، لأنه ترك إرث كبير، ترك تاريخ رح تفتخر فيه سوريا طول العمر. بقول لهم يا لك يا أستاذ عبد، الله يرحمه ويصبر أهله يا رب ومحبينه. شكرا لكم. شكرا كثير. اكيد اكيد العمر لنا كلياتنا، هذا عزائنا كلياتنا، لانه الفقيد مهم ومنه شخص عادي، فنان كبير حنفتقده كلياتنا. هو اللي عمل اسس للسينما السوريه. بنقول له الرحمه لروحك رح تضل بقلوبنا، المبدعون لا يرحلون، رح يضل حبيبتي. شكرا يا رب.